4 teks. Tenang ya, teks sekali aku kan. Anak-anak sudah mulai kecil, bisa tak? Kalau kita cerdik, kalau cerdik dia kiri, dia gemar kalau mulai kecil, dia mulai gendut. Kalau mulai kecil, dia bisa lagi. Pahal dia ini nih, hubungan sekali ke? Uzau dia fikir dia mulai kecil, atau uzau dia actually ini, dia berfuhur bersetel. Wakilnya itu asra, dia mulai kecil lagi. Kamu tak tahu sekali? Tapi kalau asra ni, ini sih dia orang teks. Nanti kalau. Yang ini sih dia orang teks. Karena itu adalah problem tu. الفكرة كلها ايه اللي بقى كويس؟ والانترفيس ما بين الـ APU والكنترول يونت والريجسترات دي عامل ازاي؟ والكلام ده بيترجم في ناحية السوفت وير حاجة تانية خالص اسمها الأسمبلي انستراكشن سيت أو اكشولي الانستراكشن سيت اركتكشر اللي هي الـ ISA. تمام كده؟ يبقى إذا نلف الـ CPU اركتكشر من التانية حاجتين. المجموعة الأول اللي بتنفذها اللي هي الانستراكشن سيت اركتكشر الـ ISA وكمان الهاردوير اللي بيقدر يمبلمنت السويت الاولاني مبدئيا علشان ينفذ لك الاوبريشنز المطلوبه منها. حد عنده مشكله؟ طيب خلينا متفقين على حاجه ان اي حد بيعمل سي بي يو هو على قد ما بيقدر كل اللي هو محتاج انه ينفذ كل حاجه بسرعه باسرع وقت ممكن. يعني عندي شويه اوبريشنز عايز انفذها باسرع وقت ممكن وده اللي احنا بنقدر نريفلكت بمعنى مهم جدا. ايه هو؟ ما يسمى بالثروبوت. حد عنده ترجمه لكلمه ثروبوت؟ مين بتاعها عن ايه؟ ها؟ دي ثروبوت؟ ثروبوت دي اتش او او يو بي مش عارف دي اتش ام دي المهم ها؟ ثروبوت يعني ايه ثروبوت بالنسبه للسي بي يو؟ بص انا هقدر اخلص قد ايه في وقت قد ايه؟ في الاخر تمام؟ في ميجرمنتس كتيره ليها في الفكره القديمه كان الثروبوت يقاس بحاجه اسمها الميكس مليون انستراكشن في الثانيه. عرفت تقدر تنفذ كام انستراكشن في الثانيه؟ او اكشلي كام مليون انستراكشن في الثانيه؟ حلو كده؟ طيب الثروبوت بتاع اي سي بي في الدنيا متوقف على ثلاث حاجات. حضرتك بتنفذ شويه اوامر في وقت معين صح؟ ايه هم الثلاث حاجات دول؟ يبقى الثروبوت بتاعي. متوقف على اولا حضرتك البروجرام بتاعك نمبر اوف انستراكشنز قد ايه؟ يبقى نمبر اوف انستراكشنز بير بروجرام. مضروب في حضرتك هتنفذ الانستراكشن في كام كلوك سايكل؟ يبقى الكلوك سايكلز في الانستراكشن. في الحاجه الثالثه الكلوك سايكل بقى الوقت، الوقت بتاعها عامل ازاي؟ الكلوك سايكل تايم. يا جماعه بتوع السي بي يو بقى اللي بيعملوا اركتكتشرز المختلفه دايما بيدوروا ان هو عايز يزود على قد ما يقدر الحاجات دي، يزود الاوامر اسف يا اما يقلل الاوامر المطلوبه اللي محتاج ان ينفذ البروجرام واحد يقلل التايم فبالتالي يزود ستروك او ان هو يحاول قد ما يقدر ان هو يقلل النمبر اوف بلوك سايكلز زي الانستراكشن الواحد فالانستراكشن ياخد وقت اقل في التنفيذ او ان هو يقلل البلوك سايكل تايم نفسه. كان عنده مشكله؟ طيب في اركتكتشر مشهوره اسمها ريست بتيوز انستراكشن سيت كومبيوتر. دي مجموعة اكشن خلينا نبدا بالسيسك الاول كومبلكس انستراكشر سيت كومبيوتنج ودي كان الهدف بتاعها ان هو على قد ما بيقدر عايز يزود الثروبوت ان هو على قد ما بيقدر بيقلل الرقم ده بيحاول يقلل النمبر اوف انستراكشنز بير جروب. ازاي يا معلم؟ الراجل عامل لك مجموعه اوامر كومبلكس جدا وبالتالي عنده هاردوير كومبلكس عنده القدره على تنفيذها. مجموعة الأوامر دي بتخليه ينفذ أوبريشن كبيرة شوية وقت أقل على قد ما بيقدر، أكشلي بعدد أقل من الأوامر، تخيل مثلا معايا إن أنت عايز تنقل داتا من ميموري لميموري. السيسك عندها أمر دايركت اسمه موف بين الداتا من ميموري لميموري. دي فيها مشكلة؟ ولكن الريسك أو الأكشلي أركتكشر اللي هي أخف شوية في اللو بريس كومبلكس كولوم كومبلكس يعني اللي هي على طول ما تقدرش تنفذ الموفمنت للميموري على طول، لازم تموف
وبعدين بنروح من ريجستر لمبنى. تمام؟ طيب يعني لو هنتكلم على توك اتش واحده الامر فيها كومبلكس جدا وثاني الامر فيها غريبه، فبالتالي بتاخد عشان تركز نفس الاوبريشن هنا اوامر كتير اكشلي، هنا عدد كتير الاوامر وهنا عدد قليل جدا الاوامر. مين فيهم اللي البروجرام سايز بتاعها هيكون قليل؟ ها؟ تمام؟ فعلاً دي حقيقة. طيب يبقى هو على قد ما يقدر عامل ايه؟ حاول على قد ما يقدر يقلل البروجرام سايز عن طريق ان هو عامل كومبلكسي عالي شويه في جوانب، فبدا ينفذ اوبريشنز كتيره وقت اقل، جوانب اقل فبدا ينفذ وقت اقل، بس هو عنده عيب خطير. ايه هو؟ المشكله كلها ان الامر دوت هيحتاج كلوك سايكل تايم كبير شويه. وبالتالي محتاج يكون السي بي يو نفسه اسرع كتير في التركيز. يعني اكشلي الاوسيليتور بتاعه اسرع، الفريكونس بتاعه اعلى عشان يقدر ينفذ دي. فالاركتكشر دي شويه كانت غاليه سيجا وكانت كونسيوم باور كتير. اما الريسك فلا. الريسك اوريدي انت الامر بتاعك صغير، معظم الاوامر انت كنت تكون بتاخد 1 كلوك سايكل في الاكسكيوشن، مش محتاج هاردوير كومبلكس جدا، وبالتالي كلوك سايكل تايم نفسه ماله اقل كتير. بس قصاد كده انت مضطر انك تكتب الكود بتاعك في عدد اكبر من الاوامر، وبالتالي البروجرام سايز بتاعك هيحسبه ايه؟ هيزيد. هم بقى حلوا موضوع الحاجات التانية، هم ضحكوا على الموضوع شويه، بدا استلم التكنولوجي زي البايب لاين مثلا، بالتالي بدل ما هو ينفذ انستراكشن من الاول للاخر مثلا، لو افترضنا ان الستيج بتاعت الاكسكيوشن نفسها من اول فيتش للجود الاكسكيوت الميموري والرايت ده يخلص كلها مره واحده، لا بقى تقريبا بيطلع 1 انستراكشن كل كلوك سايكل على طريق ان هو بيبايب لاين الاوامر مع بعض. على بطاقة بتاع الباب بقى تخش عليه كده عشان تمشي السكوب بتاع المخلص. حد عنده مشكلة؟ الأمر بقى الجديد اللي قدمه إن هو أوريدي اختصاره أدفانسد بس ماشينز. يعني أوريدي الأركتكشر الجديدة ديت بيزد على مين؟ على أمر بس عادي كده. بس الراجل على قد ما بيقدر هو بيخلي الكلوك سايكلز بتاعة الاستراكشر قليلة، بيخلي الكلوك سايكل طيب قليل، وصاف كده كمان على قد ما بيقدر بيخلي مجموعة الأوامر اللي هتنفذ نفسها شويه اوبريشنز اتقل شويه. واضح كده؟ وغير ان هو بدا يعتمد على الهاردوير بشكل اكبر شويه. ودي هي ميزه الارم. حد عنده مشكله؟ تمام؟ طيب ده الجزء بتاعنا. لو عندي فيه من خلال ال 12 ده بتاع السيستم بتاعنا. اولا احنا لو قعدنا عليه بنتكلم عن اوفر فيو على الارم اركتكشر بشكل عام. انا لحد هنا ستيل بتكلم عن السي بي يو اركتكشر، ما جبتش سيره المايكرو كنترولر خالص. وقبل ما تمشي الهدف من دي كلها او الهدف من البول دي كلها اللي كنت ماشي تحت كده تاخد من نفسك، والله العظيم الارم مش فاكر. واضح؟ تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب يبقى نعمل اوفر فيو على الارم اركتكشر وايه الامكانيات بتاعتها والجديد اللي هي مبنيه. الارم اركتكشر بقى نفسها قدمت لك قدام شويه زي ما هنتكلم مجموعه من الابلكيشن بروفايلز، مجموعه من السي بي يو اركتكشرز اللي معموله سبيسيفيك فور الابلكيشن اللي استخدم عليه، اللي انتوا هياخدوا الاركتكشر دي وحطها في اسلاش ده عامل ازاي؟ من ضمنها ما يسمى بالكورتكس ام، هنتكلم في حته التفصيل، بس الكورتكس ام بشكل عام هي عباره عن اركتكشر معموله فور مايكرو كنترولر بيزد ابلكيشن، او اكشلي امبيدد ابلكيشن. فاحنا هنتكلم عن الحاجات اللي وفرها لي اركتكشر اسمها كورتكس ام، وهنتكلم بشكل مفصل شويه عن الام 4 والام 3 هنعرف فرق بينهم ايه قدام. تالت حاجه هنبدا نتكلم عن المايكرو كنترولر اللي معانا اللي احنا دلوقتي شغالين بيه. المايكرو كنترولر دوت شركه تكساس انسترومنتس هي اللي عامله فاميلي من المايكرو كنترولرز اسمها تي بي سي، من ضمنهم الباشمهندس ده تي اف او سي 123 جي اتش 3 بي ام اللي هي الكورس اللي موجود على النت كله بتاع الدنيا كلها بيبقى بتاع ميشيل زورو. بس احنا دي مش هنعمل زي ميشيل زورو. تمام؟ هنختاروا من بعض كل جروب ثلاثه، والمره اللي جايه عايز شيت ليها اسامي كل جروب، وهنجمع بوينتس لكل جروب. البوينتس هتتجمع هتكون بيزد على التاسكات اللي هنعملها واحنا قاعدين مع بعض، هتكون بيزد على الاساينمنت اللي هنعملها في الاخر في البيت، وكمان هتكون بيزد على البروجكت اللي هتقوم منها في الاخر. بعد ما تخلص الكورس ان شاء الله هسيب لك اراوند شهر هطلب منك بورت ايه شويه وهنتقابل تاني عشان استلم منك البروجكت دوت وناقشك في سطر جوه سطر الكورس ده كمان. مش مجرد عايز اعرف مش نتيجة. واضح كده؟ عشان كده بري بوست الكورس ان انت تكون فاهم سي كويس واشتغلت معايا كتير في حياتك كده. فلو حضرتك لسه مش فاهم سي كويس او عندك مشكله في التعامل معاها لو سمحت راجع الكلام ده، وخصوصا الجزء بتاع الكويس.
بتوصل عشان احنا اللود كله عليه. اوكي؟ حد عنده مشكله؟ بالنسبه للاستراكشر واليوم حاجه ثانيه بس انا ميدي الشغل كله على الكمبيوترز عشان الريجسترار بتاعتك كلها شغاله على الكمبيوترز بس. تمام؟ طيب هنتعرف على الامكانيات والبريفرنس اللي جوه المايكرو كنترول بتاعنا. بعد كده احنا معانا لانش باد كده عشان ما نقعدش بقى نجيب المايكرو كنترول ونقعد نلحق ونحط هندور حواليه وبتاع. هي الكتاب فيه حاجات كلها. تمام؟ هنبدا نشوف ايه الامكانيات في الكتاب. خلاص؟ عشان نشوف هنستخدم الحاجات اللي جوه ازاي. بعد كده هنبدا نمسك بريفرنس بريفرنس من الحاجات اللي بتقدمها لي في المايكرو كنترول بتاعي. هنبدا بما يسمى بالجي بي اي او. جنرال بيربز انبوت اوت. من الاخر ده الشباك بتاع المايكرو. الراجل ده هو المدخل الرئيسي لاي بريفر هو المايكرو، وعشان تشغل اي بريفر على عكس المايكرو الثانيه لازم تعدي على المشهد ده. البريفر مش اوتوماتيك على طول بتاخد من هناك، لا لازم تعدي على المشهد ده وتنيبل من هناك وبعدين تنيبل البروب بتاعتها وبعدين تختار ان هي تبع البريفر بشكل عام مش تبع الاوتوماتيك العاديه وبعدين تختار ان البريفر اللي هي شغاله عليها. في حوارات كده هنتكلم فيها قدام. الراجل ده جي بي اي او بتاعته كتير بياخد حاجات كتير قوي من ضمنها الباد كنترول اللي انت تقدر تتحكم في الماكس اب كارد اللي انت هتطلعه تتحكم كمان لو انت عايز انترنال او او الانترنال يكون اب او داون سيستم او انت حتى عايز تبقى هو من دي كمان في تحكم في البناء انا ممكن تكون تشتغل يا اما انا يا اما مش كل البناء طبعا بس في بناء ممكن تبقى كده. بعد ما نخلص كده هيبقى عندنا بروسيس صغير هنعمله مع بعض هنا بدايه بنور تمام وبعدين هيطلب الكونفيجيشن شويه في البيت عباره عن كاونتر ديسيمال كاونتر ثلاث خدات زورين واحد بيزود واحد بينقص اوكي بعد كده هنبدا ندرس ما يسمى بالانتربتس والاكسبشنز بتاعت البشر هندرس الكونسبت بتاع الانتربت بشكل عام في المايكرو كنترول عامل ازاي وبعدين هندرس سبيسيفيك جوه المايكرو كنترول دوت المايكرو كنترول اللي هو الدي ام سي مش عارف كام دوت هندرسه وهو ايه الكاتب الادماني وخصوصا ان هو مبني على ما يسمى بالـ NDRC نست فيكتور انتربت كنترولر اللي موفر وجود سي بي ار فلاش وخطر هتشوف ازاي الحاجات بتستخدم وازاي بنتحكم فيها وازاي بنشغلها وازاي بنفهم بعد كده هندرس ما يسمى بالـ DMA الدايركت ميموري اكسس لما تستنى في الوقت تعمل ايه؟ بالظبط ترميها على الكمبيوتر ما ينفعش كده ما ينفعش كده طيب لما تستنى في الوقت ترميها على الكمبيوتر وبصراحه الراجل ده هنا مستعمل قوي. يعني هو رامي كل حاجه على الهاردوير تقريبا كابلكيشن مش هتتحكم فيه. لان ده الحاجات اللي هو رامي على الهاردوير موضوع نقل الداتا من الميموري للميموري انت عايز تعمل فوق لوب مثلا اي بيساوي 0 اي اقل من 15 اي بلس بلس اكس واي يساوي واي واي كمثال او نقل الداتا من البريفرال للميموري اللي هو تستخدم فريم للداتا وحضرتك عايز تنقله على الجد وكمان نقل الداتا من الميموري للبريفرال لو انت عايز تبعتها على الميموري يو ار اللي هو مثلا نفس الحكايه. الراجل اللي خلصها لك ما يقدر على شكل اسمه جاي دايركت ميموري اكسس كنترول. هناخد ان شاء الله شغل بالتفصيل وهنعرف ايه امكانياته وايه المود بتاعته وازاي يشتغل. برضه مره على المايكرو كنترول بشكل عام ومره على مين؟ على الباشمهندس بتاعك. طيب كمان هنتعلم اليو ار انترفيس. اول ما بدات معاك في اسكندريه بدات كورس اسمه كوميونيكيشن كنترول صح؟ اتكلمنا عن الحاجات دي هنعملها تاني. هنتكلم برضه اليو ار انترفيس الناس اللي ما اشتغلتش عليها قبل كده. هنتكلم عن اليو ار انترفيس بشكل عام جوه المايكرو كنترول عامل ازاي؟ ازاي بتظبطه جوه المايكرو كنترولر وبعد كده هشوف امكانيات المايكرو كنترول بتاعنا في الحكايه وازاي بتشغل. قبل ما انسى بس بوز الانتر برضه هيكون في ابلكيشن هنعمله مع بعض بس الطلب اللي في البيت تقريبا هيبقى كونت تاني بس هو هيبقى مره في السوفت وير وجزء الجي بي اي برضه هيكون في سكاي هنعمله مع بعض ممكن الطلب اللي في البيت بس كان هنعمله مع بعض ان احنا ننقل داتا للميموري للميموري وفي البيت هيطلب انك تتعامل مع بريفرنس بشكل عام. بس بعد كده اليو ار انترفيس برضه هيكون ديسكاس فاير ان احنا هنوصل اللابتوب بتاعنا لاي يو ار انترفيس تقول على اللابتوب بحاول نبعت داتا ونستلم داتا من مين؟ من المايكرو كنترول ده بقى تقول لهم حاجه في البيت بشكل معين ان انا الفريمز اللي انا بعتها من الكمبيوتر ديت هستخدمها عشان ادور اقرا في البيت تمام؟ بعد كده هناخد نظام الاس بي اي انترفيس او سيريال بريفرال انترفيس وده سكند سيريال بروتوكول اللي احنا هنتكلم عنه. البروتوكول ده مستخدم بشكل وايد جدا في مجموعه كبيره جدا 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 من الساس وفي الموديولز اللي موجوده في السوق. هنتعلم الاي اس بي اي في المايكرو كنترول ازاي بيشتغل ايه المودز بتاعته ازاي بيكونفجر وبعد كده هنروح نلاقيه على مين؟ على الباشا ونتعلم ازاي بنشغله جوه. بعد كده هناخد ما يسمى الاي اس سي انترفيس او الاي ار سي او في روايات اخرى في دبليو ار تو انترفيس وهو برضه واحد من الانترفيس المشهوره جدا اللي برضه موجوده على مجموعه كبيره جدا جدا من الاستاذ الموجوده في السوق. خلاص؟ هنتعلم برضه البروتوكول بتاعه بيشتغل ازاي؟ ازاي بيكونفجر في المايكرو كنترول وبعد كده الكلام فين؟ في الباشا بتاعه. بعد كده هنلبس الاي سي
او الاد تشن كونفرتر اللي اسمها بلاي ليست بشكل عام، وازاي الاد تشن كونفرشن بروسس نفسها اللي بتبني باي واي كنترولر، وبعد كده هندي ليست امكانياته عن الباشا بتاعنا. وصراحه الامكانيات هنا كتيره شويه. اخر حاجه خالص حاجه تانيه الابلكيشن ده ليست تايمرز كجنرال بيربز تايمر، وكمان هندس البالس ريليشن هنتعلم ازاي نعمل تاسكات ريل تايم، حاجه بقول لك كل تايم ثابت، هندس ازاي تنشر الفيديو بتاع السجن الخارجيه لكم بره، وكمان هندس ازاي جنريت سيجنال تتحكم في السجن بتاعتها او الفريكونسي بتاعها عن طريق مثلا البالس ويكس مودريشن. خلال الكورس انا هبدا واحده واحده اسال نفسي منها، بمعنى ان انا اشوف بقى ممكن اقضي وقت ايه؟ ليه؟ عشان هعمل معاك كل حاجه فين؟ كل حاجه تشمل شرح الموضوع من بره، شرح على المايك كنترولر، وكمان قرايه التسجيل والشغل بايه؟ واحده واحده هسال نفسي منك، هيكون عليك ان انت تعمل ايه؟ تعمل حاجه، تعمل بايديك تقرا التسجيل وهكذا. خلاص؟ الهدف من الكورس ده ان انت تتعامل مع التسجيل بشكل كويس ومش خايف منها. فارجوكم حاولوا توصلوا معايا للفكره ده. المفروض ان التسجيل بتاع الباشا ده حوالي 1400 وشويه والله. تمام؟ احنا مش هنقراها كلها، احنا هنقرا الحاجات اللي محتاجينها منها بس. بس كل مره بشرح حضرتك هتروح البيت تفتح التسجيل وتقرا الكلام تاني اللي انا شرحته. سواء قررناه سوا، سواء انت اخدت فيديو او قلت الكلام عام عنه، ولكن ما شرحتش معاك التسجيل. هتقراها كويس والحاجات اللي تقف معاك هتخليها وتبني على فين لينا جروب او بيت، صح؟ لينا جروب او بيت مش كده؟ وهترمي الكلام ده على الجروب او البيت وانت انا هفوت يوم ما ردش عشان اشوف الناس نفسها هتجاوب ازاي، وبعد كده لو حد من كده حاجه غلط هبدا ارد معاه. اوكي؟ حد عنده مشكله؟ بعد ما نخلص خالص هيكون في بروجكت داخل شويه عباره عن هوم اوتوميشن سيستم استخدام روبوت كنترول. انت هتعمل روبوت كنترول وهتعمل كذا اس يو كمان. اوكي؟ حد عنده مشكله؟ طيب انا عارف انك تهت. دي الريفرنس اللي احنا شغالين منها اللي عايز يكون اكتر عن الجزء الاولاني والثاني اللي انا هتكلم عليهم اللي هو الجزء بتاع الاربع كتاب بشكل عام وامكانيات الارم كورتكس ام 3 باي 4 الكتاب ده شكله كويس جدا وشرحه كويس جدا واسمه ديفينتيف جايد ديفينتيف جايد تو ارم كورتكس ام 3 وارم كورتكس ام 4 بروسيس. هو مش هيقرا كله بس على الاقل تاخد اول شفرين ثلاثه منه لو انت عايز تفهم تفاصيل اكتر. لو عايز تفهم الموضوع بالسريع تقدر تبقى نفس الكلام اللي انا قلته مشروع في الداتا شيت نفسها. لو بنتكلم عن السي في تحت. اوكي بس مش موجود بشكل مفصل زي ده. اوكي؟ الريفرنس الثاني الريفرنس الثاني هو عباره عن المانيوال بتاع الكتاب العام اللي هي اللانش باد كيمي اللي هي 123 خلاص؟ المانيوال دوت فيه نفس الاكزامبلز اللي كانت الجزء بتاع الاس بي بيعمله. سوري بتاع الاس بي دوت بيعمله. ولكن احنا مش هنشتغل زيه. بمعنى احنا هناخد الافكار ولكن مش هنفذ زي هو بنفذ، لان هو ببساطه بنفذ ازاي؟ ستاندرد فانكشنز جاهزه. احنا والامبلمنت او تمام؟ وبعدين الاسكواد بتاع ده انا هتكلم كده فيه اصلا. انا هاخد كل حاجه. الريفرنس الثالث اللي معانا النهارده بي با سي دي ام 4 سي 1 2 3 جي اتش 6 بي ام 1 كنترولر اللي هي اتش. لما تاخد الماتيريال اللي هنفرها ان شاء الله النهارده على الجروب الماتيريال ديت هتلاقي جواها لينكات بتاعت كل حاجه. انا عامل لك درايف على ميديا فاير دماغك هتدوس على اللينك حاجه تزرعها. تمام؟ بس عشان التم بتاع الماتيريال مش بتاعي اي تو اي، احنا شغالين تبع اي تو اي سي اس 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 ايه ديت؟ تمام؟ الكورس دوت معمول عن طريقه ومعمول فيديو علشان العدد اللي كانت حاجه كتير شويه وكان في ناس معمول تجلس كتير فاحنا حبينا نشارك معاهم مع الناس كلها. ده مش هتقدر من الناس. طيب قبل ما نبدا تعالى نتفرج كده على الفيديو ده وبعدين نتكلم. Thank you.
هنتكلم مع بعض ده صغير. المهم كائنات الباشمهندس ده او الكائنات الاركتكشر ديت اللي هي 32 بت، معنى كده ده بس ده قد ايه؟ 32 بت تمام؟ يعني حضرتك هو يقدر يقفل في المره الواحده 4 بايتس تمام؟ معنى كده ان الانترنال ريسيرس بتاعته قد ايه؟ كلها 32 بت. حد عنده مشكله؟ طيب زي ما اتفقنا الراجل ده على الرغم ان هو واسع قوي 32 بت، ولكن هو ستيل بيزد على مين؟ على الريسك اركتكشر. فانت وصلت للحاجتين الفورمانس العالي اللي الحاجات بقى اللي بعدها فات واحد، وفي نفس الوقت انت ستيل بيزد على الريسك اركتكشر، فالكوست بتاعتك بقى قليل. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله؟ طيب فحاجه زي كده بتقول لك الكوست ليد والباور كونسبشن بتاعت كل المايكرو كنترولرز او كل البروسيسورز بشكل عام اللي انت بتعمل عليه. عندنا شباب. طيب اخر فيرجنز من الارم مش بس بتسبورت ال 32 بت انستراكشن، دي كمان بتسبورت ال 16 بت انستراكشن معاك. يعني ايه 32 بت انستراكشن؟ يعني ايه 16 بت انستراكشن؟ انستراكشن سايز معناها سايز بتاع الكنترول نفسها قد ايه؟ وارد جدا ان انت انستراكشن معاك الكنترول بتاعه اكبر، فامكانيات الانستراكشن نفسها اتكلموا شويه معاك اكبر بكتير تمام؟ ولكن في عيب خطير في الاستراكشر ده، ايه هو؟ بما ان الاستراكشر الواحد وسعه 32 بت، فالبروجرامينج سايز هيبقى كبير تمام؟ تخيل انت عايز تكتب كود مجموعه من 10 استراكشرز بيتكتبوا 32 بت، وكود تاني من 10 استراكشرز 16 بت، ده هياخد كام ميجا؟ لو افترضت جايب لي ستيل فورد قوي ده هياخد كام ميجا؟ 40 بايت، ده هياخد كام؟ 20 بايت بس تمام؟ فبالتالي 32 يوزنج 32 بت استراكشر لوحدها تاني الاستراكشر بتاعها 4 بس، فانت هتكتب 10 انستراكشنز، لو انت هتكتب 10 انستراكشنز من هو ال 32 دوت، معنى كده ان انت هتاخد بروكر ريل سايز الكود بتاعك قد ايه؟ 40 بايت. لو هتكتب نفس الكود بس باستخدام مجموعه من الانستراكشنز 10 انستراكشنز برضه بس 12 بت، فده معناه ان هو الميموري سايز هتكون اقل. حلو كده؟ بس ال 32 بت انستراكشن هو بياخد ميموري كتير، بس في ميزه الميموري انستراكشن نفسه كبير، يعني الكنترول بتاعه كبير، يعني سبورت اوبريشن كومبلكس اكتر، فبالتالي هينفذ بشكل اسرع تمام كده؟ قصاد 16 بت هيبقى اكتر شويه. فلما يكون عندك اركتكشر بتسبورت الاثنين تايب انستراكشن اللي هو ال 32 بت وال 16 بت، ده معناه ان انت ممكن عندك اختيار ان انت في الحاجات او في الابلكيشن جزء الابلكيشن عندك اللي هو كريتيكال في التايم تكتب بالايه؟ بال 32. ولما تكون الاركتكشر بتاعك عايز في الابلكيشن بتاعك الحته دي محتاج على قد ما انت عايز تقلل الميموري سايز، ولكن عايز مش فارق معاك موضوع التايم قوي، هتشتغل من ايه؟ ل 16. واضحه كده؟ ده الموضوع مش بالسهوله ديت، في تفاصيل كتير هنتكلم عنها قوي. الموضوع بدا ازاي؟ الموضوع بدا في شركه بريطانيه اسمها ابل. الشركه دي كانت بتعمل بيرسونال كمبيوتر وكانت بتعمل مايكرو بروسيسور علشان البيرسونال كمبيوترز دي. اول ما اخترعت الاركتكشر اخترعتها سنه 1980 وسميتها ابل ديسك ماشين اركتكشر. وزي ما اتفقنا وزي ما اتكلمنا في الاول كانت هي على قد ما تقدر تحاول تجمع بين مميزات الريسك وسرعه السيستم التنفيذي. تمام كده؟ الموضوع ما كانوش هم مصدقين في الاركتكشر قوي، ولما بداوا بيها في هذا الكمبيوتر الكمبيوتر ديسك بي بي سي ماكرو، والكمبيوتر دوت الار بروسيسور اللي كان عليه ما كانش هو المين بروسيسور بتاعه، ده كان كو بروسيسور، ده بروسيسور مع المين بروسيسور الموجود بيساعده او بيفضل شويه حاجات معاه. تمام كده؟ الموضوع نجاح كبير جدا، والاركتكشر سماها جامد جدا، فبداوا يعملوا اول بي بي سي مايكرو بروسيسور بيزد على الار اركتكشر، وبداوا اول سي في الار اللي الار كام؟ ار 1. الباشا ده سنه 1980 1985 في الوقت دوت كان امكانياته الكلوك بتاعته كان بيسبورت سرعه لحد 2 ميجا هرتز، كان الريجسترات بتاعته 16 جيجا هرتز ريجستر، وكانوا كلهم سلكتيفلي باكت. حد عارف يعني ايه سلكتيفلي باكت؟ يعني ايه باكت ريجستر اصلا؟ اوكي. دلوقتي تعالى نخترع ريجستر صغير كده عنده 4 ريجستر بس. معايا؟ تعالى نخترع ريجستر صغير بلاش 4 كده 8 ريجستر. ال 8 ريجسترز دول موجودين في حاجه اسمها ريجستر فايل. الريجستر الواحد ممكن افكر فيه على انه 1 ميموري لوكيشن في الرام بتاعتي. تمام؟ تحتاج حضرتك كام 100000 علشان تالوكيت واحد من الثمانيه؟ ها؟ ثلاثه. تمام. مش انت هتقول 000 عشان تختار اول لوكيشن، 001 عشان تختار ثاني لوكيشن، 01 عشان تختار ثالث لوكيشن، اسول. حد عنده مشكله؟ طيب. لو انت عملت كده فانت اختار
التمانية. طب بص بقى يا معلم، هنعمل حاجة تانية. احنا هنخليهم 16 ريجستر، يعني انا كنت لك 16 ريجستر. تمام؟ بس بنفس الثلاثة بتاعتي. نعم يا حبيبي؟ اقدر. طب ازاي؟ ببساطة شديدة انا هخلي في ريجستر من النوم، ريجستر ده هنسميه بانك سيلكشن ريجستر. مجموعة الريجسترات اللي عاملين دول هنحطهم في حتة واحدة كده فيرتشوالي، مش فيزيكالي، هم فيزيكالي ده وده في نفس اللوكيشن وده في نفس اللوكيشن، هم زي بعض او اكشن موجودين في نفس اللوكيشن بتاعتنا. تمام؟ ولكن فيرتشوالي ده موجود في حتة في الميموري اسمها بانك زيرو، وده موجود تاني في حتة الميموري اسمها بانك كام؟ 1. تمام؟ واللي بيحصل ان انا لما بسكون او اسف لما بس لما بحط الادرس بتاعي على الادرس بس بحط مثلا 00 اسف 001 مثلا، بس 001 دي عندها القدره ان هي تالوكيت المكان ده، وكمان تالوكيت مين؟ المكان ده. فاي ده حضرتك هتكتبها تنزل مكان مكان في الدق. لا انا مش عايز كده، زي ما اتفقنا احنا فيزيكالي اوفرلاين على بعض ومش مختلفين. طب نحلها ازاي؟ ببساطه شديده عن طريق الباك سيليكشن ريجستر ده والنقل فرد في بتاعي لو انت حطيت البدايه دي زيرو فانت تقصد بقى زيرو، يعني مثلا لو ريجستر ده اسمه ريجستر ار نو، ريجستر ده اسمه ار مثلا 10، فبالتالي لو انت تقصد انت حاطط البدايه دي زيرو فانت تقصد هنا ار نو. لو انت حاطط البدايه دي واحد ان مقدار الهدف بتاعك بيصير 001 فانت تقصد ار كام؟ ار 10. واضحه كده؟ حد عنده مشكله؟ بدا ينام اليوم. النظر كتير بس لازم نقول ونغطيه كل مره. مالهاش حل. هي اصلا اللي عملتش كلها الكلام ده. تمام؟ طيب يبقى انت سبورت عدد اكبر من الريجسترز بعدد اقل من ايه؟ من الادرس سايز. ده معنى كلمه ايه؟ الباك الميموري باك اللي هو الريجستر. تمام؟ نعم. مسكت البيت دي ازاي؟ كانت في الاخر انت كده اربعه. بص بقى يا سيدي، الريجستر ده اللوكيشن بتاعه معروف 000. فانت بتروح تكتب في المكان رقم 000 الاول 00 فاليو مثلا. تمام كده؟ وبعدين تروح تكتب في المكان رقم 0F01 الرقم اللي انت عارفه. هو هيعمل ايه؟ هيروح على الاول الريجستر دوت، يقرا الفاليو اللي جواه، يلاقيها هنا بزيرو، فيقصد ان مقص بانك كام؟ بانك زيرو. وبعدين لازم سيلكت من اللوكيشن اللي عندك مكان رقم واحد، ساعتها يروح عامل ايه؟ يروح كاتب في المكان بتاع بانك زيرو في الريجستر اللي هو ار. تمام؟ هتقول لي طيب، طب ما انا كده كل ما اكتب ريجستر ده معناه انا هروح الاول على بانك ريجستر اكتب عليه داتا، وبعد كده اروح على الريجستر اللي عايز اكتب عليه داتا، صح؟ مش كده؟ ايوه. انت كل مره هتكتب في تو ريجسترز تو ماكس مختلفين، ما انت ممكن تكتب الكود بتاعك اوتوماتيك الموضوع شويه وتخلص شغلك على الريجسترات اللي هي في نفس البانك، وبعد كده تغير البانك بتاعك تكتب في الريجسترات الثانيه. انا اصلا يعني كتبت الباك زيرو ماشي ماشي، وبعدين جيت حضرتك في الباك ماشي، هما الاثنين اصلا مكان واحد. ولكن في الاخر الريجسترات دي هي الكنترول ريجسترز بتوصلك كنترول سيت للكنترول نفسها، صح؟ الفكره كلها لو افترضنا ان انت عندك ريجستر اهو، الداتا بتاعته بتروح للاثنين، الداتا المقصود بيها ان انت جاي من عن طريق بانك زيرو، والداتا الثانيه المقصود ان انت جاي بيها عن طريق بانك واحد، فبيكون هنا في زي ما دي مالتبلكسر كده هو اللي بيسلكت البانك بتاعك. المين دي مالتبلكسر ده يعني الداتا السلكت بتاعته بتوصلها على البانك سلكشن ليست. فانت اقعد تكتب الرقم هنا بس ده مكان تاني، هو مش مكان بتعمل بيه نفس الفاليو كل شويه، هو مكان تاني وانت بتحط الفاليو دي هنا عشان ده الرابط الوحيد اللي بين الكود اللي حضرتك كاتبه وما بين مين؟ فانت عايزك توصل الرقم ده لانها دور معينه، هيروح بقى لايه ولا لايه؟ بس على ايه؟ على الباك سيليكشن. ها؟ هو ده معناه ان انا ما اقدرش اكسس الداتا اللي جوه مثلا على 0 و 10 في نفس الوقت، صح؟ بالظبط، طبيعي. في الاخر هو مكان واحد في المهم كده. بالظبط، هو في الاخر مكان واحد في المهم، بس هي الداتا انت المكان الداتا دي مكان او الشيت ده مكان ده بتستخدمه ولا لا؟ يعني ده فريد واحد بالظبط كده، هو مكان ده كده بيحفظ لك على الفاليوز المؤقته اللي حضرتك خالص مش اللي انت عايزها. عايز ترمي حاجه وسيرفر غير اللي ترمي فيه، عايز تعمل كونكشن جامعه وفرح الله باسم تلعب عليه انسوه. وفي نفس الوقت هو وفر لك الاشتراك دي بالنسبه للكنترول بالذات، وكمان وفر لك الادرس لاين اللي هو بيطلع. حاجه عامله مشكله؟ طيب الاشتراك بتاعي ار 1 كان 16 ريجستر كان كلهم جنرال بيربز، وكان سيلكتيف ايه؟ باين. كمان كان الباي باين بتاعه ريسيرش في اتش الكود اكسكيوت بس. هتقول لي طب كلنا رايت باك بتعرفوا الاكسكيوت، يعني طب راح راح اكسكيوت مثلا. اوكي؟ ما كانش عنده كاش ميموري، وكان الادرس باس بتاعه 26 بت، يعني الاركتكشر ده طبعا اي سي بيو بتاعي ما عندوش ميموري، هو بيدي لك ادرس بس وانت بتحط الميموري اللي تركب عليه، صح؟ فالراجل ده بيسبورت معاك لحد 26 بت، يعني الراجل ده بيسبورت انترفيس مع ميموري، السايز بتاعها قد ايه؟ 26 اللي هي 2
أس 6 2 أس 20 22 معايا ميجا و 2 أس 6 معايا 64 دي التوتال ميموري اللي يقدر السي بي يو يشوفها تمام كده؟ حضرتك هتراك الميموري قد ايه انت حر انت في الاخر تشيل الابلكيشن وتحطها عندك في البروسيسور ده تشتغل تمام؟ خد عندك مشكله؟ طيب ودي كانت البدايه بعد كده بدأوا يعملوا ARM version 2 بدل ما كان 16 بيت اركتكتشر بقى كام؟ معايا يا شباب؟ بقى كام؟ 32 بيت اركتكتشر ولكن السبيد ادرس بس عامل قد ايه؟ 26 ادرس طيب وعنده كام جنرال بيربز ريجستر؟ هناك 16 هنا بقى 27 جنرال بيربز ريجستر وبدل ما كان الريجسترات هناك 16 بيت الريجسترات هنا بقى قد ايه؟ 200 بس هل عندكم مشكلة؟ طيب البروجرام كاونتر هو واحد من هذه الريجستر بس البروجرام كاونتر هو كام من الريجستر؟ 32 من الريجستر هو مش مستخدم ال 32 من الريجستر 2 بيتس افيلبل بيكوز البروجرام كاونتر از هولد اولايز اكشلي انا مش جاي التيست ده عشان بس انا وانا جاي التيست ده عشان عايز اطلع شويه كلام تكنيكال نتكلم فيه يعني ايه البروجرام كاونتر هولد اولايز وايه اللي بيكون هولد اولايز مبدئيا كده الارم بيسمي وورد معناها 32 بت يعني كلمه وورد اللي بتكلم عليها بعد كده بالنسبه لي معناها كام؟ معناها 32 بت هاف وورد معناها 16 وبايت معناها 8 زمان ما كنتش صدقني بقول وورد معناها 16 صح؟ عشان اللي كنت بتشتغل عليه في الكليه اللي هو 386 كان اصلا كام بت؟ كان 16 بت اركتكتشر اللي هو 386 16 388 كان 8 فالورد بالنسبه لي صغير يعني الارم برضه بالنسبه لي قد ايه؟ 32 بت والهاب برضه معناها 16 والايه؟ والبايت اللي هي البيت ساعتها دي فيها مشكله؟ الراجل بيقول لك ان هو وورد اولاين يعني ايه وورد اولاين؟ اس الارم خالص خليك معايا هنا يعني ايه اصلا ميموري الاين؟ هو ده السؤال هو لو انا عندي ستراكشر الاستراكشر دي بتتكون من فاكتور وراها شورت انتجر وراها لونج انتجر تمام الاستراكشر دي سايز الكاركتر قد ايه؟ 1 بايت وسايز الشورت 2 وسايز اللونج 4 انت عندك مشكله؟ لو انت مش هتعمل موضوع الاينت فانت اساسا لو انت مش هتعمل ميموري او الاينت فانت ببساطه هترص الحاجات دي كلها ورا بعضها في الميموري. الميموري بالنسبه لك مجموعه من البايتس ادي ادي زيرو ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه ادي سته ادي سبعه ادي ثمانيه خلاص؟ ده هنسميه مثلا اكس ده هنسميه واي ده هنسميه زد فهنا هيتحط اكس هنا هيتحط واي زيرو واي 1 وهنا هيتحط زد 0 زد 1 وزد 2 وزد 3 فيها مشكلة؟ الدنيا تمام؟ مش تمام قوي الاكس بتاع الفاليو في المنظر ده هياخد اكسكيوشن تايم اطول شوية خد عارف ليه؟ ها؟ على حسب شغال ده بيروح ياكسس كل 8 او 16 بت هنا حسب اللي هو بالظبط هو لما يحب ياكسس ال 32 بت كلهم مره واحده لو افترضت ان انا عامل كنترولر بيشتغل على 32 بت كلهم مره واحده فلما يجي اكس مكان رقم 0 وبعدين هو مستني الاكس مكان اللي بعديه اللي هو كام؟ اللي هو المكان رقم 4 عشان يقرا ال 32 بت كلهم مره واحده. في مشكله بسيطه ان الريجستر اس الفاليو بتاعك ده موجود فين؟ موجود في المكان رقم 1 ومكان رقم 2 فهو لما يقرا اول 4 بايتس كلهم مع بعض هو واخد الفاليو زي ما هو ولا هو متشفت؟ لو متشفت مش بس هيقرا الفاليو ده كمان هيعمل ايه؟ هشفت رايت 8 مرات عشان ياخد الفاليو بتاعته قايل صح ولا غلط؟ حد عنده مشكله؟ ده احنا بنبقى نقرا شويه. تعالى بقى لو احنا هنقرا اللاين، اللاين دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك بص يا معلم احنا هنلاين على اكبر واحد في الاستراكشر بتاعتك. فاهمني؟ احنا هنلاين على ايه؟ على اكبر واحد في الاستراكشر بتاعتك. يعني هنلاين كل الفاليوز اللي عندي على 4 بس. وبالتالي لو النمر بتاعتي عامله كده فالادرس رقم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فالادرس رقم 0 هيتحط في اكس ولكن الواي مش هيتحط في الادرس رقم 1 ولكن هيتحط فين؟ هيفاوند ده
منهم زد 1 زد 2 زد 3 كده لما يجي يقرا هو بيقرا في 4 هيقرا الاكس عشان حاجه طيب هيقرا الواي هيحتاج شافت حاجه هيقرا الزد هيحتاج شافت حاجه كده اسرع وابطا كده اسرع الار بقى عشان يحب السرعه فبيسبورت جاي ان هو بيالاين ده بتاعه على قد ايه؟ على وورد اونلاين سواء الانستراكشن سواء الداتا طيب برضه ليه علاقه ده كله بقى خلاص احنا كده فهمنا ايه وورد اونلاين حد عنده مشكله؟ الدنيا تمام؟ طيب ايه بقى اللي انا استفدته من ان هو وورد اونلاين؟ يعني ايه اللي انا استفدته من وورد اونلاين؟ ايه علاقه ان هو وورد اونلاين؟ ويقول لك ان البروجرام كاونتر او التو بيتس دي قابله على طول. تعالى كده بالراحه. الادرس ده كام؟ طيب الادرس ده كام؟ 1 2 3 4 صح؟ الادرس ده كام؟ ها؟ 8 اقصد ايه اللي انتوا عليه؟ اللي دايما اول تو بيتس كام؟ لا ده ما قلتش اول تو بيتس ده عندك كام؟ محتاج تحطه بقى ادرس بس انا عارف واضحه كده؟ يعني انا اخد ليه تو بيتس من الادرس بتاعي وانا عارف ان هم على طول بكام؟ سبارك طب هستخدمهم ليه؟ يعني اخدهم ليه بفكر استخدمهم في حاجه ثانيه واضحه كده؟ ده لو بيحاول يصرفها كام؟ فبيقول لك ان انا بستخدم تو بيتس بس انا حاجه اسمها سيتنج مودز هنتكلم في حكايه المودز دي قدام الار بيتحرك بين مجموعه من المودز المفروض انك بتحرك المود بتاعك بيستخدم بيحط تو بيتس في الكور كاونتر مانجمنت ها هو المشكله في التي اس طبعا بس لو انا بكلمك عن اركتكتشر ده شويه بيظبط معاك فيما بعد ايه وبعدين الادفانس اركتكتشرز دي اللي هي الحاجات اللي في الاخر بتسبورت الالاينمنت والالاينمنت بس نتعامل معاها بشكل اسرع اوكي بس انا بقول لك دلوقتي انا عندي كنترول سرعته لسه الراجل ده لسه في حدود سرعته على قد حاله وانا عايز اسرع الدنيا اعمل ايه؟ لازم اعمل كل حاجه توفر الوقت في سرعه الدنيا صح؟ طب انت دايما عندك حاجات مصفحه في تريد اوف هتكسب سرعه هتخسر ايه؟ تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب حصل خلاف خناقه بعد كده الخناقه دي خلت الجماعه اللي اشتغلوا المهندسين اللي هم عملوا ديفولب الاربع فريشه بس سابوا الشركه بتاعت وعملوا لوحدهم شركه اسمها ار ان دي وغيروا الاختصار بتاع ار بدل ار ريسك ماشينز لادفانسد ريسك ماشينز واول مستشفى عملوه كان ار فيرجن افيكسد ار اكس ار فيرجن تمام الجهاز الجديد دوت ايه؟ اولا الهندس بس ما بقاش 26 متر بقى قد ايه؟ 32 فالوايرز اللي الاركتكتشر اوريدي بيسبورتها استخدمها كلها فانت كده لحد دلوقتي السبورت بيبقى قد ايه؟ 2 اس 2 30 اللي هي 2 اس 2 2 اس 30 اللي هي 4 متر خلي بالك انا بقول المهم اللي هو بيسبورتها مش الماك مش الرام اللي لازم احطها واضحه؟ تمام؟ انا بوفر لك الانترفيس ده بعد دي لوكيشن حط اللي انت عايزه وبعدين دي التوتال ميموري اللي السيريو شايفها سواء الميموري ديت كانت داتا سواء الميموري كانت ريجسترات سواء الميموري كانت فلاش ايه ده؟ هو الارض مش هايبر؟ اه هو هايبر امال ازاي التوتال ميموري اللي هو شايفها شايفها على ان هي كلها ميموري واحده ولا سبيس ولا حاجه هو هايبر ولكن بيستخدم تكنيك بتاع فون ديمون ان هو في حاجات كلها مع بعض يعني ادرس بالنسبه له ازاي؟ لان هو ببساطه بيعمل حاجه اسمها بايب لاين ايه ده بس؟ يشوف الاثنين مختلفين عن بعض لان هو اه لازم يبقى واحد بس بيجيب لك بايب لاين احسن. تمام؟ طيب ستيل الرغم من الادرس بس بتاعك بقى 32 بت ولكن الميموري اللي هو بيسبورتها كانت 64 حاجه علينا يا عم انت؟ 64 ليه؟ ليه؟ علشان ستيل عايز يخلي نفسه بايبول وبايبول مع مين؟ مع واضح كده؟ فهو لو خد الميموري طب هو عنده ممكن ايه مشكله الست بتتقلب في الاخر؟ الريفلكس بقى فحضرتك لو غيرت المكان بتاع الريفلكس وديت مكان تاني او في ريجستر واحد او غيره ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الكود اللي انت كاتبه على ار 6 مش هينفع يشتغل على ار 2 بالعكس لو الكود اللي انت كاتبه على ار 2 حد يقول على ار 6 هيشتغل لان الريجستر واضح كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب بعد كده ايام وبداوا يعملوا ارم 7 وارم 7 ده تعامل مع مجموعه من الفيرجنز فيرجن 4
شويه داتا بس وبيسبورت انسايد هارد وورك يعني الاستراكشر بيدي فور فيو للداتا انسايد معاك وبيسبورت كمان ايه؟ اللايتس يعني ايه هارد وورك بيسبورت حاجه؟ تعال خلينا نوضح حاجه حلوه جدا لو انت عندك حاجه الهارد وورك ما بيعرفش يعملها هتضطر تعمل ايه؟ سوفت وير مثال لو انا بتكلم ان انا مش بسبورت سايد هارد وورك وبالتالي سايد شورت انتجر دي كهارد وير ما بيعرفش يعملها طب الحزه بتاعت السايد وانك تعرف تجمع وتجرح والكلام ده كله الاجابه لو قلت لك كده هيبقى طبيعي هيبقى في عامل سايد اديشن تحت ولا مش هيبقى عامل سايد اديشن وهتضطر انك تعمل ملايين من الاسلامين واضحه كده؟ طب انا لو ابتديت اعمل ملايين من الاسلامين هتنفس اسرع ولا الحضور هتنفس اسرع؟ بس دي معنى كلمه العيال هدول بيسبورت دي اهميه ان هدول بيسبورت معاك حاجه تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب سيستم مود هنتكلم عن سيستم مود ده قدام وسبورت حاجه اسمها الدم انستراكشن سيت. الدم انستراكشن سيت دي مجموعه جديده من الانستراكشن سيتس خاصه بالار هم سموهم دم وكانت الانستراكشن سيت دي 16 بيت. النهارده على فيرجن 5 الاند وركينج ما بين الحاجات وبعضها اتحسنت كتير الداتا بس نفسه البروتوكولز اللي بقت عليه بقت افضل هنا كان حاجه اسمها ام 1 هنا ام 2 هنتكلم عنها من قدام وبدا يسبورت امر بي اس سي ال زد سي ال زد ده بيكاونت الميتنج زيروز بيعد نمبر زيروز اللي كانوا بيتفرجوا بتاعه اللي هم في الاول تمام وبدا يسبورت بعض الاوبريشنز الخاصه بالدي اس بي وبالتالي موضوع ان انت تعمل كود الكود ده بيعمل تيست استنى بروسيسنج بقى اسرع كتير لما عندك ايه؟ هاردوير اوريدي سبورت تمام؟ حاجات بقى الباس ترانسفورم والحاجات بتاعت السيركولار شيفتر والكلام ده كله اوريدي بقى اسرع كتير بيستخدمها طيب وبدا يسبورت حاجه جديده اسمها اكستنشن زي جوزيلا 5 تي اي جوزيلا ببساطه ان انت الاركتكشر نفسها بتسبورت ان حضرتك تحط عليها كود جافا وبالتالي حضرتك بقى معايا اركتكشر ممكن تحط عليها اوبريتنج سيستم زي لينكس واضحه كده؟ انت عندك اركتكشر بتسبورت معاك انك تحط اوبريتنج سيستم تقيل شويه زي لينكس امكانياته غاليه شويه او غالي شويه طيب معلومه الكتابه بتاعت اسمها ايه؟ بتاعت الاسمي باي البستور لا مش عارف اسمها ايه؟ بدور عليها كام؟ 11 صح؟ بس ده الراجل اللي بيستنى 11 طيب فيرجن 6 بدا يسبورت ما يسمى بالسنجل انستراكشن اب تو ديت ايه ده يا معلم؟ في واحد كده زمان اخترع حاجه اسمها راجل اسمه فينوم عمل سي خاصه بتسعه دي هي مالتي انستراكشن سنجل ديتا اللي هي ام اي اس دي ام اي انستراكشن مالتي ديتا اللي هي ام اي دي يعني ايه معنى؟ سنجل انستراكشن يعني حضرتك السي بي يو بتاعك يبدا يسبورت ريون 1 انستراكشن على تراك مالتي انستراكشن يعني ران اب انستراكشن بايت واحد وده معناه ان الكور بتاعك هو واحد بس ده انت هتقول لي فيه دومينيت واضحه كده؟ سنجل داتا معناه ان حضرتك تعمل وتقدر تعمل نفس الاوبريشن بس ليه ارجمنت واحد من هنا وارجمنت واحد من هنا يعني حضرتك عايز تجمع هتجمع رقم على رقم وشكرا مالتي مود ديتا معناها ان حضرتك ممكن تجمع تعمل اوبريشن زي الجمع مثلا بس الثلاثه ارجمنتس هنا على الثلاثه ارجمنتس هنا نفس الاوبريشن ايه هي؟ تاخد اكس مثلا واحد على اكس 2 واي واحد على واي 2 زد واحد 2 وكلهم يتنفذوا بايه؟ بنفس الانستراكشن هو هو طب وانا استفدت حاجه زي كده بايه؟ تخيل مثلا ان انت عايز تعمل بتاع الكود اللي احنا كنا شفناه في الفيديو من شويه ده وعايز تظبط الجزء بتاعي وتظبط البرايتنس بتاع الصوره بتاع الشاشه. اي صوره في الدنيا معبر عنها عن طريق ايه؟ بس بالبس اللي بعد كده هو منين؟ ثلاثه ايه بس قلنا؟ لا الاول مش هيكون مين؟ قد ايه ريد؟ من 0 لحد 55 وقد ايه جرين؟ من 0 لحد 55 وقد ايه بلو من اول 0 لحد 55 لو انت عايز تعمل عمليه ان انت تفتح الصوره تعلم او تعمل البرايتنس بتاعها فانت ببساطه بتمسك كل البيكسلز اللي عندك بتجمع عليها رقم او بتفتح منها رقم سادس دي فيها مشكله؟ طيب تخيل كده ان انت هتعمل لوب اكسترنال على كل البيكسلز اللي عندك وفي كل لوب بتعمل لوب ثلاث تايمز لكل بيكسل فيهم لو انت عندك سنجل استراكشر سنجل داتا او لو انت عندك سنجل استراكشر مالتيبل داتا فبالتالي الاستراكشر واحد بدل ما ياخد ارجمنت هنا ارجمنت هنا ياخد كام؟ ثلاثه مثلا وثلاثه وبالتالي اللوب الانترنال دي وفرتها واضحه كده؟ تخيل السرعه بتاعت الاكسترنال تبقى عامله ازاي ساعتها؟ تمام؟ طيب مالتي بروسيسنج فيرسز ميموري اركتكتشر فيرسز سيستم ميموري اركتكتشر بدل الميموري اركتكتشر الجديده
اللي بنسبورت الاجسام البي بقى اللي هنتكلم عنها قدام، وبدا يسبورت عشان الهارد ده ما يزعلش لو لاين دي او لاين ده سبورت. تمام؟ السيت الزياده التم الاستراكشر سيت هنزود عليه حاجه اسمها التم دو، وهنتكلم في التم دو ده داخل ببساطه، بس التم الاستراكشر سيت دي 16 بت استراكشر سيت معموله بس علشان الاوامر اللي انت عايز توفر في البرنامج مش فارقه معاك. الارم استراكشر سيت هي الترتيب الترتيب بيت الاستراكشر سيت معموله علشان يبقى تكون كومبلكس شويه وتبقى اسهل شويه في الاكسكيوشن. تم دو بقى كام حاجتين مع بعض في الاستراكشر سيت تفاصيل وايه اللي استفادوا من كده هنتكلم عنها. طيب تاسك دو وده انجن تنين كده جوه السي بي يو ببساطه جواه شويه الجوريزمات سكيورتي باي هاردوير حاجات بتشتغل في الانكريبشن والديكريبشن بتاعها اوريدي بدل ما حد يكتب كود بينفذها هو ده بيطلع من بعض. تمام؟ مالتي كود ده اوبشن انت ممكن تحط ممكن لا، وكمان ممكن تسبورت الدبل استراكشر يعني انت مش عايز الاثنين تلاتة استراكشر مع بعض خلاص ممكن تسبورت الدبل استراكشر عشان يبقى الكوست انا بص مثلا ايه؟ لما رحنا على الفيرجن 7 بقى في طفره بقى في الموضوع. ليه بقى؟ بدا يقدم لك اوبشنز مختلفه. حضرتك عايز تستخدم الاركتشر ديت في ايه؟ واضحة كده؟ ايه؟ بدأ يسألك أنت عايز تستخدم دلوقتي أنا ببيع لك سيبي أركتكشر تمام؟ ما بيعلكش حاجة كنترول أنا ببيع لك شوية ريجسترات بشوية كنترول يونت على شوية حاجة إيه اللي يوم تفصيل بشكل معين مع بعض تبتدي تفصيل بشكل معين وببيع لك شوية إنستراكت ريسيت معايا؟ تمام؟ حضرتك هتاخد بالك دي كلها هتستخدمها في إيه؟ أصل أنا ممكن أكستمايز لك الأركتكشر ديت على حسب الحتة اللي أنت هتحطها فيها. لو أنت عايز تستخدمها في الأبلكيشن تمام؟ يعني ايه فور ابلكيشنز؟ الحاجات اللي هي زي السمارت فونز والتابلتس الحاجات اللي هي محتاجه شغل فيه برامج وبتاع بروسيسنج عالي شويه. تمام؟ والكاميرات والكلام ده كله، فهدي لك حاجه اسمها الكورتكس اي. تمام؟ لو حضرتك عايز تستخدمها في الحاجات اللي هي ريل تايم، الحاجات اللي هي محتاجه بروسيسنج كتير ولكن محتاجه تاخد بسرعه. زي مثلا اجهزه البلوراي. عارفين في البلوراي قد ايه طبعا؟ اجهزه البلوراي اوريدي بيفك الضغط فيلم اكتر وبعدين يبدا يعمل. فمحتاج حاجه كل البروسيسنج بتاعها عالي قوي في الريل تايم وانت بتتفرج يعني عشان تحس الفيلم بتاعك بيقطع. تمام؟ فخلاص هندي لك الكورتكس اه. حضرتك عايز حاجه نضيفه كده وصغيره وما تسحبش باور كتير ومش عارف ايه هنغني كده. تمام؟ خلاص هنعمل ايه؟ هندي لك كورتكس هنا. ابلكيشن كورتكس ابلكيشن اركتكشر وريل تايم اركتكشر وايه؟ موبايل كنترول اركتكشر. احنا كده كده هنشتغل على تفاصيل شويه هنتكلم عنها. طيب عشان بس نكون متخيلين الفرق في البرفورمانس ما بين الاركتكشرز المختلفه اللي سبورت الكومباني فيرجن 7 دي الكلاسيكال ار اللي هو مش كورتكس تمام وديت الكورتكس ام والكورتكس ار ماشي ده خط الكابيلز الكميات الفيتشرز يعني في الاخر الهاردويرز اللي جوه وده الخط بتاع البرفورمانس والفانكشناليتي السرعه بتاعته تمام زي ما انت شايف الكورتكس ام ده مايكرو كنترولر هو ستيل كامكانيات اعلى بكتير من الكلاسيكال ار انه بدا يسبورت لك الحاجات اللي علاقه بالمايك كنترولر، بدا يحط لك ديسك انترفيس كنترولر، بدا يحط لك حاجه اسمها ديك تايمر، بدا يحط لك ميموري بروتكشن يونت، الحاجات اللي انت محتاجها في الموبايل ابلكيشن، جوه السي بي يو، مش بريفرنس جوه المايك كنترولر، لا انا بايع السي بي يو اللي فيه. تمام كده؟ فالكابيلتيز لا الارم كورتكس اعلى من الكلاسيك، ولكن ستيل برفورمانس الكلاسيك اعلى، ده ما بتفرق. تمام؟ لما تروح على الارم هتلاقي الكابيلتيز وكمان البرفورمانس هو اعلى من مين؟ اعلى من الكلاسيك الارم العادي هو مش كورتكس. تمام؟ قارن الكلام ده بي الابلكيشن ار هتلاقي اعلى كمان اعلى حاجه في الكاس يعني كمان الابلكيشن ار اعلى من مين؟ من ريل تايم لان هو هنا اللي نفس البوست بشكل كويس. واضحه كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب انا كشركه ار هنساعدك بس هو ازاي اقدر استخدم الباي باي مع كل نمر عشان نشوف النمر يعني انا هاخد ال 3 بس من جوه حاضر. دول مش بتوع الكلام ده كله، ما الناس بتوع ايه؟ دول بتوع اكتشن.
طب انا دلوقتي عايز اعمل مايكرو كنترولر هو سي بي يو بيزد على ارم اركتكتشر، او عايز اعمل ديفايس خط ديفايس وارم اركتكتشر بتاعته بيزد على ارم مثلا بوكس 8، الحاجات دي اروح اشتريها منين؟ اعمل ايه؟ بيقول لك شركه ارم تدي لك تو تايبس اوف لايسنس. اللايسنس الاوليه حاجه اسمها فول لايسنس. يعني ايه فول لايسنس؟ سيبك من الارم خالص، هناخد مثال كده وتعالى نبقى شويه. تخيل دلوقتي العربيه بي او دي الموتور اللي فيها ايه؟ ايه؟ مش معرفة الموتور اللي فيها ايه؟ ميتسوبيشي. خلاص؟ هل شركة بي او دي ممكن تكون بتعرف شركة مواتير؟ تاخد المواتير بس هم عارفين الموتور ميتسوبيشي كموتور احسن كتير في البرفورمانس بتاعه وكمبيوتر مع الجرب مع الفايزر راح عمل ايه؟ اشترى الموتور نفسه وحطه. فيها مشكلة؟ ده بالظبط معنى كلمة فول لايسنس. انا عايز اعمل مايكرو كنترول، عايز احط جوه المايكرو كنترول دوت سي بي يو بيزد على الارم كورتكس ام 4. هعمل ايه؟ اروح للارم ولا لا اسمع من جديد ليه اول على طول. انا مش عايز اقعد اوجع دماغي واقعد انا ديزاين سي بي يو من الاول وجديد. او اكشلي هو ديزاين كده معمول بس مش عايز اوجع دماغي واقعد امبلمنت سي بي يو من الاول وجديد. انا هاخد من الجهاز على طول واركبه على حاجاتي. واعمل الاساسيات بتاعتي كلها على بعضها، طبعا متخيلين الاساسيات عامله ازاي من جوه. انا فاكر تشيك بوست بس انا مش ازاي صح؟ ليه اوت مش عارف الكلام. كويك طيب دي معنى كلمه ايه؟ كور لايسنس. طب لو كانت الناس اللي هيعمل المانيفاكشن بقى اللي هيعمل الكنترولر او اللي هيعمل البروسيس اللي هو بيزنس على الارم اركتكتشر بيعرف ينفذ السي بي يو وعايز يستخدمها هو عايز يحط عنده عشان يروح يبص شويه على كده. هيعمل ايه؟ ممنوع ان هو يستخدم الاركتكتشر بتاع الارم من غير ما يستخدم. يبقى النوع الثاني من الاركتكتشر هو ان بس هو ايه؟ اركتكتشر لايسنس. ان شركه ارم بدل ما تبيع لك الكور نفسه خلاص مش مشاكل، حضرتك عايز تشتغل على حاجات السبيكس اللي احنا حاطينها وتعمل سي بي يو شبه السي بي يو بتاعنا لو سمحت لازم تاخد لايسنس من اللي جات. واضحه كده؟ زي كده ما بي واي دي عايز تعمل موتور مش عايز تشتري بس عايز تعمل موتور شبه بالظبط. ما ينفعش ده مرة تشتغل على ده. ما ينفعش تعمل موتور بتاع مش من غير ما تستخدم تدفع فلوس ان هي هتستخدم الميزان ده. واضح كده؟ فاهم ايه الفرق بين الكور لايسنس والاركتكشر لايسنس؟ كده تمام؟ طيب دي انواع الكورتكس المختلفه. اولا الاي بروفايل او الار كورتكس ايه وده معمول فور ابلكيشن. البس ده تنين. تنين معنى كلمه تنين عنده كميه انجز جوه السي بي يو ملهاش حل. الجزيره اللي انا اتكلمت عليها بتاع الجافا الجزيره بتاع الجافا والجزء بتاع الكاستون بتاع السكيورتي وحاجات خاصه بالدي اس بي وكل الكلام ده هو موجود وبالتالي تقدر تستخدم الباشا دوت في الحاجات اللي محتاجه ابلكيشنز اللي فيها بروسيسنج على الدرجه دي كاميرات سمارت فونز حاجات مش شبه تمام. يبقى دايما هتلاقي البوابات بتاعتنا كلها بقى ده البروسيسور اللي جواها ارم كورتكس مش عارف كام وبعدين ميزه الباشا دوت ان الاركتكشر دي اوريدي كمان بتسبورت المالتي كور فتلاقي بقى الكواد كور والكلام ده كله خلاص. طيب النوع الثاني من الاركتكشر اللي هو الار او اس كورتكس ار اللي هي الكورتكس 7 البروفايل بتاع الكورتكس ار وده معمول في ريل تايم ابلكيشن. الحاجات اللي فيه بقى معموله عشان ريل تايم الحاجات اللي بتتعمل بسرعه مثلا الاير باك سيستم اللي جوه العربيه تمام. دي حاجه بتحتاج مجرد اسيسور يحس اوتوماتيك على طول طلع حاجه بسرعه في ريل تايم الوقت اللي شغال على طول مش تستنى تعمل شويه بروسيسنج وتطلع تمام. الاير باك سيستم المفروض ان الكنترولر بتاعك يكون ار كورتكس ار مش لازم يكون على فكره احنا بنستخدمه على مدى اوكي بس انا بتكلم هو معقول في الحاجات دي خلاص. الحاجات اللي ليها علاقه بالبلو راي حاجات المالتي ميديا حاجات الجيمنج الحاجات دي اوريدي بتتعمل احسن بايه؟ كورتكس ار اجهزه البلاي ستيشن بقى والكلام ده. واخيرا الحنين بتاعنا الاول البروفايل بتاع المايكرو كولر حاجه كده بيحط لك شويه فيتشرز او شويه كابلز جوه السي بي اركتكشر تسبورت المايكرو كولر. لو انتوا فاكرين الاي بي ار، الاي بي ار كان جوه السي بي يو بتاعك الرسم. هل السي بي يو كان جواه انترنت كنترولر؟ لا ده الانترنت كنترولر كان عباره عن بريفرال جوه مين؟ جوه المايكرو كنترولر نفسه، ولكن السي بي يو ما كانش جواه ده. لا الراجل ده عنده حاجه اسمها ريسم انترنت كنترولر وحاجه تانية هنتكلم عنها تفاصيل وازاي بيشتغل وازاي بيسبورت الحاجات دي. خلاص؟ الراجل ده بيسبورت لك سي بي يو جواه سيستم تيك تايمر عشان لو انت عايز تحط انت اوبريت سيستم عليه مثلا بدل ما تستخدم التايمر في المايكرو كنترولر لا هو حاطط لك تايمر جوه السي بي تستخدمه علشان تقدر الموضوع تيك تايمر عليه خلاص. حاطط لك كمان جواه ميموري كنترولر هو الاكسبشن ده قلت له ازاي بيتم هتلاقي جواه كمان حاجه اسمها فلوتنج بوينت فيلز. ببساطه اي اوبريشنز ليها علاقه بالفلوتنج بوينت اوبريشنز عنده هاردوير بينفذها على طول
بدل ما تروح تعبر عن الباتيستا والاكسبلورر والكلام ده كله بايديك بالسوفت وير، انت تقعد ترجع للبيت وتشتغل. تمام كده؟ فاهم الديفرنت ابلكيشن بروفايلز؟ حد عنده مشكله؟ تعالى كده النهارده. انا كده خلاص خلصت كلام على الابلكيشن بتاعك السي يو بتاع الاب شو معاك. المره الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الكود اكسكام من جوه، ايه اللي كانت مسطرها لك علشان نشوف ازاي الواي كنترول ان شاء الله الاول مره اللي بعد اللي جاي نستخدمه. الجزء العام ان شاء الله هيبدا المره الجايه اللي بعدها، مش معنى كده ما تحضرش المره الجايه، لانك مش هتفهم اللي جاي المره اللي بعدها لما تفهم اللي جاي. اوكي؟ حد عنده مشكله؟ حد عنده اي حاجه؟